عليكم ورحمه الله ومرحبا بكم معايا فيديو جديد. كي شفتوا من العنوان ديال الفيديو، هذا الفيديو اللي غادي نتقاسم معكم اليوم ممكن تاخذوه كمشروع، ومشروع اللي هو زوين رغم المنافسه الى انه تبقى مشروع اللي هو زوين بزاف. هو مشروع ديال السيريغرافي. السيريغرافي يعني هي الطباعه على الحوايج، على شحال من حاجه، كاع بزاف ديال لي سيبور تقنيه اللي هي قديمه بزاف. دونك انا اليوم غادي نتقاسم معكم، غنوريكم شويه من المواد اللي حنايا كنحتاجو، ومن بعد غنوريكم الطريقه ديال الطباعه ديالتها، لان هذا الفيديو كان بزاف عليه تساؤلات. دونك انايا داكشي باش قررت نخدم معكم فهاد لا فيديو، واخا ماشي يعني فلاتوليي اوفيسيال ديال السيريغرافي، ولكن هذا ما كيمنعش على انني نتقاسم معكم بعض الافكار فيه. وديك الساعه الا كنتم مهتمين مزيان وبغيتو يعني المواد الاوليه كاملها دو ا زد، هذيك الساعه ندير لكم فيديو خاص كاع بالمواد اللي هي كنحتاجو. الوغ اول حاجه اللي غادي نحتاجو بطبيعه الحال من غير الصباغه وداك الشيء، كنحتاجو زواقات، يعني كنختارو زواقات اللي حنا كنرسموهم، يعني كنديرو لهم لا كونسيبسيون ديالتنا، وكنخدموهم في لورديناتور وتنخرجوهم في بابيي كالك، واحد الورق اللي هو شفاف. ومن بعد كنحتاجو كوادر، الكوادر اللي بحال هاد الشكل هكايا، ماشي بالضبط هاد القياس هذا، يعني راه عندي كوادر بهاد القياس، قياس اكبر منه، ما عندي حتى جوج متر تقريبا ديال لي ديمونسيون. دونك الزواقه هي اللي كتحكم لنا في القياس ديال الكادر، يعني لي كادر، سواء انكم ديروهم من الحديد كيف دايره انايا هنايا، سواء انكم ديروهم من العود اللي بغيتو. انا دابا غنعطيكم الطرق السهله اللي باش ممكن غادي نطبعو. هنايا ثاني عندي زواقه واحده اخرى، دونك كنصوبو كيف قلت لكم الزواقه في لورديناتور وتنطبعوها في واحد الورق شفاف. ومن بعد كنحتاجو لاسوا، يعني ماشي لاسوا اللي حنا كنصوبو بها اللي عارفين الزيوفه وكنرسمو عليها، هادي واحد لاسوا ترونسبارونت، وكاين لاسوا اللي هي خاصه بالثوب، ولاسوا اللي خاصه على حسب المحامي اللي حنايا غادي نطبعو، سواء دي كارت فيزيت ولا بليكسي كلاس ولا الحديد، كيبقى على حسب يعني هاد لاسوا هادي دوك لي بور ديالها ولا العيون ديالها. يعني هي هادي لاسوا كتجي نورمالمون فهاد لاكولور، وهذا حنا من بعد كنديرو عليها. انا غنوري لكم هاد لو برودوي هذا اللي حنايا كنديرو عليها، نوري لكم غير لي موديل ديال لي كادر، يعني نقدو نديرو فيه زواقه وحده، نقدو نديرو فيه بزاف ديال الزواقات بحال هاد الشكل هكايا، هنايا دايره جوج. المهم يعني كاينين بزاف، هذا شفتو انا مصوبه من العود وصبغه له العود ديالو، هذا حتى هو مصوبه بالعود، ها هو غادي تشوفوا مصوبه بالعود. دونك كنحتاجو كيف قلت لكم تصوبوا الكادر ديالكم سواء عند النجار ولا سواء كتصوبوا عند الحداد، على حسب باش ما بغيتو نتوما تخدموا. ومن بعد كتشريو لاسوا، يعني لاسوا كتباع المترو، تاخذوا القياس اللي بغيتو. هنايا ثاني كاينين قياسات وحدين اخرين، هنايا كنت خدمت واحد دي تيشيرت لدار بلاج وجمعيه ديال البصر، هذا باقي بالصباغه ديالو، كنت طبعت هنايا شركه ديال غوديور، طبعت لهم هذوك لي كومبينيزون ديالهم اللي هما في الظهر ديالهم. هادي الخميسه ديالتي فوالا. دونك هنايا كاينه ديال لا كاليغرافي، دايره واحد كنتمنى انها كتبان لكم لا كاليغرافي حتى هي، حيت ما عندناش مالوغوزمون في لي بوشوار، دونك ديكو هنايا دايره لا كاليغرافي. يعني كاينين بزاف، ما غاديش نبقى تنورجيكم كاع لي كادغ اللي هما عندي. هنايا دايره طربوش، دايره جميلات، هنايا دايره الزواقه ديال السليمانيه، حاول نوريها لكم هكايا، نتمنى انها كتبان لكم. فوالا يعني مغاديش نوري لكم لي كادغ كاملين اللي كاينين. دونك كيف قلت لكم تنصوبوا الكادغ ديالكم بالعود ولا بالحديد، هادي اول حاجه. ثاني كتختاروا لاسوا، كنتو غادي تخدموا على الثوب كتختاروا الرقم ديال اللي غادي تخدموا به على الثوب، وبالتالي كتجبدوه، يعني كتاخذوا هذيك لاسوا ديالكم كتجبدوها على العود، الا كان بالعود كتخدموا بلا غراف، الا كنتو غادي تخدموا بالحديد كديروا لا كون فلامبو، كتجبدوا لها لا كون فلامبو. دونك هادو الا كنتو مهتمين راني نوريكم كيف قلت لكم فيديو اخر يكون فيه بزاف ديال الديتاي، نوريكم كيفاش تصاوبوا الكادر ديالكم دو ا زد، يعني من الاول كيفاش تصاوبوا الكادر، كيفاش تخرجوا الرشمه ديالتكم من الانترنت، كيفاش ممكن تخدموها في فليكسي زاين ولا في اي لوجيسيال، وممكن تطبعوها.
دونك حتى الحاجه اللي كنحتاجو من غير لا صوا والكادر، كنحتاجو لا جيلاتين، ماشي لا جيلاتين ديال الطبخ، ماشي لا جيلاتين اللي كتعرفوا، هذه كتسمى جيلاتين ديال لا سيريغرافي. كاين عندنا فيها 22 وعندنا فيها 25، هنايا راه ما بيناش مزيان 25. الوغ الا كنا غنخدمو على التوب، دونك كنصوبو ملي كندوي لا جيلاتين هي هذه اللي هنايا موف، كندهنوا بها لاصوا ديالتنا باش كنحطوا الرشمه، يعني كنخدموا بال 25. كنا غادي نخدموا على البليكسي كلاز، على الزاج، ولا على لي كارت فيزيت، ولا شي حاجه كنخدموا بال 22. داكوغ، دونك كيف قلت لكم اول حاجه كتجبدوا لاصوا ديالكم، هذه كتخدموها في بلاصه كتكون مظلمه يعني ما يكونش الضوء، وكتطيوها هنايا بالغاتليت، ومن بعد كنجمعوها وكندوي عليها السوشوار ديالها. كنحطو، انا غادي نوريكم هذوك الرشامي. الوغ كيف قلت لكم اول حاجه اننا كنصوبو لي كالك ديالنا، يعني كنصوبو الرشمه في دي كالك ليها مكايا، يعني كنطبعو في دي كالك لي هومايا ترونسبارون. هنايا حيت كاين بليزيغ، تنديرو بليزيغ كولوغ، يعني اللي بغيتو نتوما ديك الساعه حسب الذواقه اللي بغيتو كديروها في دي كالك هكايا تيكونو ترونسبارون. يعني مغاديش نوريكم يعني لي كالك كاملين الزواق اللي انايا خدمت بيهم، سينو كتصوبوهم هكايا بحال انا كي مصوبها هنايا في البلاستيكه هاد الرشمه هادي، لانها فيها لا طخام. المهم كيف قلت لكم الا كنتو مهتمين بهذا الشكل ديال بهذا النوع ديال هاد المشاريع، هذيك الساعات نبدا معكم المشروع من الاول حتى الاخر باش تشوفوا اشنو هما المراحل اللي غادي نتبعوهم. دونك انايا غادي نجبد غير باش نوري لكم، نجبد شي رشمه مثلا. كيف قلت لكم كتاخذوا الرشمه بحال هكايا، بعد ما كتكونوا درتوا لا جيلاتين ديالتكم في الظلام ونشفتوها، كنحطوا الرشمه ديالنا من هنايا وكنحطوها فوق واحد لاطابل ليمينوز، وكنتقلوها وكنخليوها واحد 5 ديال الدقائق ولا 10 ديال الدقائق على حسب الرشمه كبيره ولا صغيره، وكنضربوها بالماء باش كتخرج لينا يعني الرشمه ديالتنا نيجاتيف، وديك الساعه حنايا كندوزو باش غادي نطبعو. دونك الطباعه ديال الحوايج عندها صباغه ديالتها خاصه اللي هي كتسمى البلاستيزول، يعني البلاستيزول في الاول كان لومبالاج غير الكبير كان 5 كيلو هكايا، اما دابا وليتي كتقدر كتاخذ كيلو تاخذ رابعه، ولاو تبيعوها بالديتاي. بطبيعه الحال هذا هو ماشي لومبالاج ديالها، مي كتسمى سي دي بلاستيزول. الصباغه ديالته عندها سوشوار خاص باش كتنشف، هذا عندها البريصه ديالها باش حنا كنفيكسيوها. من بعد غادي نوري لكم، دابا غادي ندوزو المرحله ديال الطبيع. هنايا الا كنا غادي نخدمو على الزاج مثلا، ولا البليكسي كلاس، ولا على لي كارت فيزي، شنو كنخدمو بهاد الصباغه هادي؟ يعني ماشي لي، حيت كاينه الصباغه ديال التوب بوحدها والصباغه ديال الاسطح الاخرين بوحدهم. وعاد غادي نحتاجو دي غاتليت بحال هكايا على حسب القياسات ديال الرشامي ديالنا. دونك دابا انا عرفتكم شي شويه على الماتيريال اللي هو غادي يخص، ومن بعد دابا غادي ندوزو للطباعه، ومن موراها نديرو لا فيكساسيون. صافي يلا ندوزو باش نشوفو المرحله ديال الطباعه. دونك انا هنايا عندي كوموند فيها مخدات اللي بغاو فيها الجميلات، وبغاو فيها لا كاليغرافي. لا كاليغرافي عقلتو واحد لا كاليغرافي كتخدمتها معكم بلو بابيي لو فليكس، دابا هنا غنخدمها معكم بلا سيريغرافي. دونك عندي انا سبراي ديالتي لا كول سبراي، يعني كنديرها فوق من لو بلون دو طرافاي باش مني انا نحط التوب ديالي يشبر ليا، ما يبقاش يتزبق، فهمتوا؟ باش تجيني الخدمه ديالتي نقيقيه. وغادي ناخذ الكادر ديالي اللي انايا فيه لا كاليغرافي، هذيك الساعه غادي نشوف لا كاليغرافي واش بغيتها تكون يعني افقيه، ولا تكون عموديه، ولا تكون في سطر واحد، غادي نشوف. غادي غنعبر بطبيعه الحال بالمترو، كتعبروا من الجنب ديال المخده حسب ما بغيتوا الرشمه، كديروا واحد كديروا دي روبير. طبيعة الحال حنا التوب هنايا راه حنايا زايدينو على حسب الخياطة، نديرها معكم هكايا افقيا باش تشوفوها، شوفوا اش ما خرجاش. فوالا هذا هو القياس اللي انايا اللي بغيت ندير. وغادي ناخد الغاكلات ديالي، وغادي ناخد الصباغة، غادي نخدم بالكحل. ديروا الليكات من الاحسن، لان هاد الصباغة شوية كتجلخ وما كتزولش فاسيلمون. سمحوا لي كتسمعوا الصداع الدراري اللي كيلعبوا الكره في التحت. والصباغه الا قصحت لكم كتجريوها بالوايت سبيريت. دونك غنحط انا غير القياس هنايا شويه صافي، وغادي كنتمنى كيبان لكم.
الا ما فهمتوش شي حاجه ما عليكم غير تخليو ليا السؤال ديالكم في التعليق وانايا غادي نجاوبكم عليه. دونك هكايا وغادي نجرب لاكليت في الاول هكا ونعاود نطبع، نعاود ثاني شويه هكايا نعاود. سي بون كنظن بان راه فوالا، ها هي الرشمه ديالتي خرجت ليا في التوب، شفتوها؟ دونك انا دابا غادي نخليها شويه تنكمل هذوك المخايد اللي هما يا عندي وغادي ندوز نوريكم الطريقه ديال لافيكساسيون ديال هاد الصباغه هادي. ومني كتكملوا من الصباغه كديروا شي جورنال يكون لتحت وكتعاودوا تجمعوا هذيك الصباغه ديالتكم وترجعوها لوبو ضروري باش كتحافظوا عليها ما تيوقع عليها حتى شي حاجه، زعما ما كتاثرش الا بقات هكايا في البرد، زعما يضربها البرد واش غادي تكريم ولا شي حاجه ما يوقع عليها والو. وبالنسبه للكادر ديالنا باش كنمسحوه، يعني كنمسحوه بالقطن، الدراري تيغوتوا بالجهد سمحوا لي، اما تنمسحوه بالقطن اما بالوايت سبيريت اما كنمسحوه بالديليون باش كيبقى الكادر ديالنا نقيقي. وحتى لا راكليت كنمسحوها كيف قلت لكم بالقطن، فيه الوايت اما فيه الديليون. دونك لا ماشين دو فيكساسيون ديال الصباغه هي هذه، ديجا كنت وريتها لكم ملي كنا خدمنا الفليكس. دونك هذه كتصلح انك دير تفيكسي لكم الصباغه وبنفس الوقت كدير لو ترانسفير ديال الفليكس، يعني كتخدم بزاف ديال الحوايج. معنا كنشعلوها وكنسخنو هنايا كنديرو درجه ديال الحراره ولي مينوت شحال اللي حنا غادي نديرو، وكنقبط المخده ديالتي ولا اي حاجه انايا درت تيشيرت ولا اللي كان، وكنحطها في هاد فوق من هاد لو طابي هذا وصافي. ملي كنحطها كنعاود نزل عليها هاد لو لوفي وكنخليها، انا كندير لها البروغرام نورمالمون. من بعد ملي كنسمع لا فونيت ديالتها بان يعني واحد 60 ثانيه هكا كل يعني اكثر من شي شويه على حسب التوب واش هو قطن ولا لاسوا ولا اشنو اللي غادي نخدم. ومن بعد صافي هي كتعطيني داك لو سينيال وكتعاود تهز، وها هي الخدمه ديالتي راه هي تفيكسات الصباغه تفيكسات، يعني ندوزها في لا ماشينه لافي ندوزها فاش ما كان في الصابون ما غاديش تخسر ليا. دونك انايا ما خدمتهاش لانني مازال ما كملتش هذوك المخاد، لاني بغيت نشعلها على ضربه ونفيكسي المخاد كلهم. ديجا انا كنت قاسمت معكم هذه وخدمنا بها، خدمنا المخاد، خدمنا في رمضان، خدمنا في التيشيرت، دونك نفس الطريقه ديال لافيكساسيون ديال الصباغه. دونك المخدات واخا انا مازال ما كملتهمش كاملين في الخياطه لا بالنسبه ديال الجميلات ولا بالنسبه ديال الكاليغرافي، المهم بغيت نوريكم تقريبا الشكل النهائي ديالهم ملي كنعمروهم كيجيو على هذا الشكل هكا. بالنسبه للخياطه درت هذا الباسبوال هذا في الجناب، ولا كاين اللي كيقول لي الباسبوال كاين اللي تيقول له ليزغي، كل واحد كيفاش كيسميه. ما بغيتوش ديروه في اللون ديال الطبعه، ممكن ديروه في اللون ديال الثوب بحال هذا البيض هذا، انا خليت فيه هنايا الباسبوال ديالو غير في الابيض. دونك كانت هذه هي الفكره ديال هذا لا فيديو ديال الطباعه ولا لا سيريغرافي بلوتو. الا كنتم مهتمين بهذا المشروع ديال لا سيريغرافي ما عليكم تخليوا لي التساؤلات ديالكم ولا رايكم في التعاليق، وانا من بعد ديك الساعه غندير لكم سلسله ديال الفيديوهات دو ا زد، يعني اشنو اللي غادي يخصكم المواد منين غادي تشريوها، يعني كل شيء ما كيتعلق بلا سيريغرافي. هذيك الساعه ان شاء الله راه انا غادي نصور لكم ديال فيديوهات 5 دقائق حتى 7 ديال الدقائق باش ما يكونوش الفيديوهات يجيكم طوالين، ونديروهم ان شاء الله سلسله. كان هذا هو الفيديو ديال نهار اليوم، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. تنقول لكم السلام عليكم وتبقاو على خير.